عادت فرقة قوة الإطفاء الكويتية التي شاركت في إخماد حرائق الغابات بجمهورية اليونان الصديقة إلى أرض الوطن ظهر اليوم بعد إعلان اليونان عن السيطرة على جميع الحرائق واستقرار الأوضاع. وأتت مشاركة قوة الإطفاء الكويتية بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمساعدة الأصدقاء في اليونان بالسيطرة على حرائق الغابات في المناطق المنكوبة. وساهمت قوة الإطفاء العام بفرقة من 45 رجل إطفاء مدعمة بست آليات مجهزة بمعدات كاملة لمكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ.